يا قلبو جس في ليالي العسيرة وانضم بيوت من فنون كثيرة، كل درى عما في قلبه وضميره، لي يبتلي بالعشق تكثر فنونه. اي والله تكثر فنونه، فنون وسوالف هالليلة غير بدوية بحتة. يقول والله إن حالتي تحلى، أنا ما بكملها، بيكملها الشاعر اللي مستضيفين الليلة، الشاعر زايد بن سالم القريني. يقول: يا سالم، مريت على مكان كنت متربي فيه وعايش فيه وأكلي وشربي في هالمكان، ولكن تغير. كيف تغير؟ كيف لما مر علي مرة ثانية؟ إيش استوى فيه؟ كله في تفاصيل الحلقة، تابعونا ومناديس. ويا قلبه جس في ليالي العسيرة وانضم بيوت من فنون كثيرة. السلام عليكم. يا مرحبا، احيي. انت بخير؟ معفيه. الله يعافيك. كيف حالك؟ بخير. مشكور. انت بخير؟ الحمد لله. في نعمة. بخير وعافيه. كلكم بخير. بخير وعافيه. يا مرحبا. وانت بخير؟ كلكم بخير. كيف حال العيال؟ نعم الله يسلمك. الله يعافيك. ظهرتم. اي نعم. يبلوم. ماشي. شيخ بهو. شيخ علو. شيخ خبر. ابدا. يا حي الله. مرحبا. يا مرحبا. كيف حالك زايد؟ نعم الله يسلمك. بريك. الحمد لله. ها؟ الحمد لله بنعمة. ولا لا بين بين؟ والله ها. ما بين بين البين بالعدل مو وياته. كذاك. ها؟ نعم. لا كفاك مريح. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يا مرحبا. يا مرحبا سالم. شي لافتكم امطار قريب ولا شيء؟ والله الحمد لله امطار قليله الحين هالايام، ما في امطار، لكن الدار الحمد لله زين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. عاد يوم اول ما تستوي امطار وهذا تقعدوا مكانكم ولا تروحوا تبحثوا على المطر وهذا؟ والله تراها اول تحيد ناس رحاله بيوتهم خفيفه يرمون يشلونها في اي وقت، من يقال لهم مكان فلان استوى مطر شلوا عنهم روحوا صوبه، لو كان حتى حتجيبه. يمشوا مسافات بعيدة. نعم. لحقت لي للدهر زايد؟ والله يا اخوي ما لحقت. ما لحقت على الدهر. قديم من زمان. الحمد لله راحة وطلعنا. الحمد لله. الحمد لله وعلى طول عمر سلطان. امين امين ان شاء الله. يا مرحبا. ابتدعت شلة زايد يقول. والله انا سويت شلة. بروحة. شلات ما شلة، كان الشلة مخصصة عما قال الرجال زايد قريني. اها. شلة المعروفة. شلة زايد. نعم. بعد عنها روحك. نعم. بنتكلم عن هذه بعدين. وبعد. وبعد ايش قصة هناك استويت عليك تقول لي مريت على مكان ونوبذي قصة غيرها بكون خبرتني. هذه قصة طول عمرك تحيي، ترى راعي البوش وراعي الهوش دوما لا يتلوث صوب الجوان صوب العربان صوب مكانات، وانا ساير في مكان ولقيت ناس. هي هذه سالفة غيرها بيكون. والناس استغربتهم. لقيتهم. سالفة الريمة. هي سالفة الريمة. سالفة الريمة. استغربت بهم. من 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 عما قال واردهم غير من مشيهم من سوالفهم، استغربت بهم، سابني رجاف شوي. ارتجفت بغيت حد يجيب لي علوم عنهم، حد يخبرنا عنهم من هين، حد يوصلنا صوبهم. المهم تابعتهم لين خليتهم في المكان اللي قعدوا فيه. يعني عرفتهم هين؟ عرفتهم. عهدتهم؟ عهدتهم. وحاد بغيت اتوصل معهم، بغيت اوصل صوبهم شيء بطريقه بحد يوصل معه. على الاقل سلام الله. على الاقل سلام، على الاقل يلسه سوالف ما هي. وشل الزايد بيت لي خلاف. قلنا خلاف الربع نسوي طريقه بعدنا. عسلها توصل. وتعبت هيك الايام قبل تعبت؟ تعبت وهلكت ورقصت صوب الدخاتر حتى يا سوالف المرض. اوه. وصوب الدخاتر وصوب معالمه. الا ماشي فايده ماشي. والليل ما تنامه؟ لا 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 نوم ماشي. مشرق مغرب؟ مشرق مغرب ربعان. زين اخر ايش 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 من دواء حصلت؟ دواء ماشي، لكن قلنا لقينا القصيد. هذا ابو الدواء. قلنا بنسوي قصيده. اصلا القصيده توصل. ايش قالت القصيده؟ القصيده والله كاتبينها موجوده معك؟ موجوده موجوده. سمعني اياها. موجوده. موجوده القصيده. تبها قصيدة عد ولا تبها شلة؟ شوف القصيدة. لا شلة 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 شلة، هذه ما تهون يعدوها هذه. اسمع. نعم. والله اني حالتي
عسل نحلة والنحر ياق وتمي الشامية التخطر كالقطا واحلى سولع يا تنملا يا راميك الضبر تعانتي تفلا تحذر القوي الناصوي الرامي بالشكل ما الهنا بيد مثلا في جميع برور الانامي علي ودي السحبتين تقلى صوبها نحي الواتلة وشامية وتعجب اليوان لي محلى والبدو تنصبها خيامي والله اني دونها مسلى ولست للذوي بطيب لي منامي سمرت طفوك يا ظن الروح لين باين حالين حلوة وزان النوح مركب غرامي وسط الوطيب محتار ومسمر على لوح وين الصديق الليل ذيب انزين زايد يا مرحبا وقلت لي اقول زايد تفضل يا زايد هذا الخزام اللي تلبسها في راسك نعم يلبسوها عيالك لبسوه نعم لبسوه لا زال يعني هو كل ريال اي شيء يلبسه لازم يلبسه عياله هسه احنا ورثناها من شيابنا بعد خنير ما لبسناها لك كذي خنير وخزامه وعصا اليوم بعضهم ما ما ما, ما يني يلبسها وايد والله ترى الامور الحين تغيرت عن اول يعتمد يعتمد على على الشخص نفسه زينه هذه شخ مع يوم تلبسها كيف تحس؟ هذه زينه وتراث وتحس انك تراثك محافظ عليه. اها ولكن ما تلقى يعني كنت تجيب لك قصيد تجيب لك قصيد لا 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 ما تجيب قصيد لكن التراث اللي انت محافظ عليه تكون محافظ عليه انت وعيالك. على طول. على طول. زين. زايد. تفضل. انت اول تنقلوا بال على ظهر الجمال والبوش وهذا. نعم. اكيد في فنون تسووا. نعم نعم. يشمل الفنون اكثر شيء. والله عندنا فنون متنوعه. عندنا الطارق وعندنا الشله وعندنا التغرود وعندنا الهمبل وعندنا الونه وعندنا اشياء انا على طاري التغرود تنقسم قسمين قلت لي ما ادري الونه ولا الطارق ولا التغرود الونه تنقسم قسمين ايش هي؟ هي الهمباريه والرستاقيه الونه كيف الهمباريه والرستاقيه؟ حد يشيل الهمباريه صوب اسحار صوب الشمال يسمونها همباريه همباري اه وهني صوبنا من ذي صوب يسمونها رستاقيه ما هنيك هي مروح لي انت هنا اكثر تشيل والله انا منوع ما اخذ من ذولا من رستاقي شيء؟ من رستاق ومن همباري نعم نعم في الوسط ما بين البين ترى هذا مثل الامور اه سألك واحد يقول لك والله انا ما اعرف عن الونه الرستاقيه بنسمعها لازم اقول له عن الونه الهمباريه بنسمعها لازم انك ملم صح زين زايد نعم يوم تمشوا على ظهر البوش وانتوا تطلعوا وتسيروا مشي صادفك مثلا كان منازل ترتادوها ولا وهجرتوها ولا والله طول عمرك احنا كنا نسير ونجي مع ناس منازل احد من استوت يعني نعم ولكن انقطعنا عنهم مده وقلنا بنمر عليهم زياره نفس مراتنا القبليه مكان يعني كنتوا مكان من ارتاده كنا اول نسير ونيض عليهم ولكن يعني بعد فتره جينا والمنازل موجوده لكنها خاليه ما فيها حد واول كنتوا انتوا هذي رابين فيها رابين فيها ونسير ونجي معهم ونمسي عليهم وحتى احيانا نضعن ونجلس معهم في هذه المنازل في هذه المنازل
ولكن هي تغيرت امور واحوال وتغيرن شو اسمه ودروا منازلهم باقيه مكانها هم رحلوا مكان غير. والمنازل باقيه مكانها الاوليه. زين. هم الجماعه يمكن حصلوا بيوت غيرهن ولا وخلوا منازلهم لك وعيينا احنا. ويوم وصلنا المنازل اللي مريناها خاليه ما حد فيها. ما فيها النابي. وعاد تحيد الواحد يوم يكون ها مثل هذه الامور شوي يتوشل. ايش استوى؟ بعد احنا يومين هناك تحيد ورينا المنازل خاليه. سألنا المنازل. المنازل اللي نروح تسألها؟ نعم، سألنا المنازل. هين الا؟ هين هاي الناس هين وعاد مثل ما تشوف سوينا قصيده كذي. سوي قصيده؟ نعم، سوينا قصيده. بسؤال المنازل. زين، قبل ما نجي للقصيده زايد، الشله اللي بدعتها. نعم. ايش قصه الشله هذه اللي بدعتها؟ والله هذه الشله طول عمرك انا تولعت بشلات شعراء وشلات. يعني ناس يشلون شيبان من شيبان القبضيين يشلون شلات وتولعت بشلاتهم وتميت بغيت اقبض لي بغيت اقبض لي بغيت ابو خلاف جاتني من قريحة راسي شلة ومسكت فيها وتمسكت بها وحقيقة ان الجمهور مشجع عليها كل الناس يعني مشجع عليها الشله على هالشله هذه على هالشله وانا متمسك بها ولا اول يعني تاخذ من هذه وتاخذ اخذ من ذا ومن ذا ومن ذا كلنا اخذ منه شيء وما قدرت تقبض شيء لا وروحك بس الروح بس ابتدعت هذا الشله وشل بها والجمهور كله معجب بهذه الشله كيف تقول الشله؟ والله الشله تقول مثل ما تسمع يعني في القصيده في المنازل في القصيده في قصيده المنازل مريت دروب سخط طفرت المنازل خالت نوح قلت يا منازل وين الاولاف لودهم تملك الروح تملك الروح قالت نواو شو ما تلوف درم بها غزلان نسروح صب الحجار قاف وحساف والدمع ملعين منضوح بقصام علوق صاب نهياف من فرقهم والنوانوح ومحنتي صابتنا اكلاف من دون شوف صخيف الروح وصخت بريد حيلي لولا بشر والذي مسمر على لوح الود غرب الناس نشرف قسو يا ليلة تم وطيوح وتم وطيوح حسب الله المعبي قدر الصافي وازم جوح خلى دموع العين ذرف على خدود دايم مسفوح بيوت من فنون كثيرة
كل اندرى عما في قلبه وضميره لي يبتلي بالعشق تكثر فنونه. كم ناقة معك زايد؟ والله الحمد لله أربع عامين خير، يوم 15 ناقة. 15 الحمد لله. الحمد لله. سبوق ولا؟ والله إحنا ما اشتغلنا بالسبوق، اشتغلنا بوش العارضة، اشتغلنا بوش المنظر، اشتغلنا بالأصايل البواطن. بيع وشراء. بيع وشراء. نعم. زين عيالك معلمينهم بيكون؟ والله العيال طول عمرك ترى ما أشوف مثل ما أشوف، لازم أي شيء تسوي أنت لازم عيالك يعرفونه. صحيح، لان انت لو ما علمتهم خليتهم سيبتهم، حد يلعب كوره وحد ما ادري ويش وحد ما ادري ويش، وخلاف دي والله احنا ما علمنا ابونا، ما سيرنا في البوش، ما سيرنا، لازم تعلمهم كل شيء. ليه يلعب كوره؟ ليش يلعب كوره؟ لكن له وقت مخصص، يركض يركب، يطعم، يسبح، ينظف، كل هاي الامور يعرفوها يعني. زين اهم شيء. زين زايد، نعم. لو سألتك عن دهر أول يوم أيام الطفولة، لو تتذكر كيف قصة أيام الصبا وهذا، طلعتك حطعتك مشيعتك حين تربيت طلعت ومشيت كيف؟ والله يا سالم أنا تربيت مع شيابي هني في هالدار، وتحيد أول تراها ما بشكل الحين سيارات وما أدري وإيش، أول ولا حمارة ولا نعم، إحنا على هاي القبيل راكبين فوق دقاح من فوق، بس شغل ما هي معنا. ربينا يا أن نسي نطنف بوش، يا نسي نقسل، يا نسي مرات نرد هوش، بس غير ما شيء غير ما شيء. يوم طلعنا بعدين تحيد مع شيابنا ومع أهلنا ومع ربعنا ذيلا جزاهم الله خير، علمونا السيرة واليية والركبة والأدب بوش، وتعلمنا الحمد لله منهم امور كثيره. سايرنا شياب شيخ عبيد بن حمد، سايرنا شياب مزعول بن عبد الله، وسايرنا شياب عندنا هني وعبيد بن الحي ومرهوم بن سعيد. صباح وتمسي على بشاشة. شو سويت تقاريد زايد؟ والله أنا سويت تقاريد لكن ما واصلت فيها. ما واصلت. شو تحفظ منها؟ والله أنا كنت بعت ناقة حد من الشيوخ يعني من قطر، كانت عندي ناقة سامحة هني، وعاد تحيد الشيخ قال ما أصير لين ما تبيعوني سامحة، وبتاعت طول عمرك سامحه شراها وقال لازم تحملون الحين طبوا سياره، قال قود هيبها تحملها، تبيت اقود سامحه قود امشي بها شوي. ليش تمشي شوي؟ ما ادري تحيد ما هاين علي فراقها، ما هاين علي يكون تصير سامحه. تحيد ربي تعال زايد استعيل زايد سهل. قلت انا اقول شوقي على سامحه زايد شوقها، شوقي على عيني على سمحة زايد شوقها، والدمع يا الراين وساقي موقها، شوقي على سمحة عيني على سمحة زايد راين وساقي موقها، يوم جبت سمحة للصقيبة سوقها، وحلفت نفسي ما قبلت مفروقها. يوم جبت سمحة للصقيبة سوقها، وحلفت نفسي ما قبلت مفروقها. وهذا منك ناس انها عاد شل اللي اياها اللي سمحة تعروده. عيني على سمحة زايد شوقها، عيني على سمحة زايد شوقها، وزايد شوقها، والدمع يا راين وساقي موقها، والدمع يا راين وساقي
الصقيب اسويوقها يومي بتسامحة للصقيب اسويوقها للصقيب اسويوقها واحلفت نفسي مقبلة مفرويوقها واحلفت نفسي مقبلة مفرويوقها نفسي مقبلة مفرويوقها عيني على سمحة زايد شويوقها والدمع يا راين وساقي مويوقها والدمع يا راين وساقي موقها اي تغرود تغرود انزين انبل ونه ونه انت جامع الهمبارية ورستاجية نعم سمع ليش انبل ونه عشان نقول بيكون الهمبارية قبل زين لسالك كوس ومطالع سالي شاعر زايد يا مرحبا اسمحنا العفو العفو الحال واحد نحولك من التغرود للطارق من الطارق للونه من الونه للشله هذا يفرحنا ها يفرحنا هذا كل مره مكان مره ما ينوق على مكان واحد لا لا ما عليك اقول عمي. لك هذا يوم اول انت يوم تنتقلوا من مكان لمكان من مكان لمكان ضارين عليها متعودين متعودين على المطر على المطر وعلى المحل وعلى كل شيء بين يستو محل ودرتوا ودرنا روحنا صوب الخصب صوب الخصب نعم استوى مطر مره ثانيه مكان ثاني ودرنا ذي روحنا الجديد وله بس وهذه محل من لونا للطارق مره ما يحتاج لكن ما يمحل ذي زايد ما يمحل ان شاء الله ها؟ ان شاء الله انا دايم ان شاء الله ما يحل ايش بتقول في الختام للمشاهدين والله طبعا كل شيء شله ايش تقول صوب دار صير السنة شدني لعزوم بوكاد إليه مخضب كفه بحنا للقاب يكون ودادي إلى اللقايا سادة الفن ليلكم بشعر مرتادي في وداع الله ونتمنى في لقانا أنت وسعادي في وداع الله ونتمنى في لقانا أنت وسعادي في وداع الله ونتمنى في لقانا انت وسعادي اكيد سعيدين اكيد سعيدين الله يطول اسمحنا مشكور احسنت الشعر زايد يعطيك العافيه وانتم بعد مشاهدين يعطيكم العافيه وين ما كنتوا مثل ما قال في وداع الله ونتمنى في لقانا في لقانا انت وسعادي مساكم بالخير حياكم الله